بعد إغلاق محطات الوقود الحكومية في مناطق سيطرة الثوار، انصرف كثير من الناس لتأمين دخلهم اليومي عبر فتح بسطات تبيع المحروقات في الأحياء. فكان التساؤل: ما هو خطر هذه الظاهرة على السلامة العامة؟ وهل وجودها على الطرقات أكثر أمنا أم داخل المحلات؟ فيجيب أحد الباعة: أأمن للشعب هون الموجود، لأنه البراميل عم تنزل عشوائي، القذائف عشوائي، يعني أي شظية لا سمح الله يعني منها تساوي كارثة، وعندنا بالأخص بنزين ومحروقات يعني. أنا برأيي شكله خطر عليهم، على جيرانهم، على العالم المارة بالشارع. فأنا برأيي بحكي للجهات المعنية يعني إن لازم يأمنوا سلامته. يا أخي معلش ما اختلفنا معه، بجوز ما معه إيجار محل، لازم يأمنوا له محل بأي كان. يعني في محلات كتير عندنا هون بحلب المحررة، بمناطق المحررة، من أصحابه هون مفضلينها يأمنوا له محل، يباركوا في محل آمن. لازم بالمحل يعني بس حصرن البنزين والمازوت والغاز، هدول لازم حصرن جوات محل. وبيتوقعون يعني نص مصيبة، بس هدول أكبر غلط هدول. وتظل هذه المشكلة قائمة إلى أن تجد الجهة المعنية وسيلة تكون أكثر أمنا وسلامة. كان معكم لقناة حلب اليوم لؤي أبو مصعب.